متابعينا متابعين المسلسل في كل مكان، كلنا في اسكندرية ومن داخل الغرفة والطوارئ التي استقبلت اللاعب أحمد الحاج لاعب نادي كيوتشر والمنتخب الوطن عقب سقوطه داخل أرضية الملعب باستاد الإسكندرية. معنا الدكتور محمد عثمان البطل الذي استقبل اللاعب أحمد رفعت لحظة دخوله المستشفى. أهلا بعلق الدكتور. اهلا وسهلا، ازي حضرتكم؟ عاملين ايه؟ احكي لنا بقى تفاصيل عبر اليوم السابع من اول لحظه دخول اللاعب الى المستشفى والاجراءات الطبيه اللي تمت معاه. تمام، هو الكابتن احمد رفعت اول ما دخل لنا كان في وقت المسائي. تمام، دخل في اوضه اسمها اوضه كريتيكال موجوده عندنا في طوارئ المستشفى. تمام، كان القلب متوقف فور وصولي. تمام، عملنا اسسمنت للحاله وبصينا الحاله كويس، فلقينا ان هو في حاله كاردك اريست او في حاله توقف في عضله القلب. تمام، تم تركيب الانبوبه الحنجريه وبدايه انعاش القلب الرئوي فور وصولي. تمام، بدانا الدورات بتاعتنا. حاجه في انعاش القلب الرئوي ان انت بتدي كام سايكلز، بدانا نشتغل لحد ما عملنا رسم قلب وشفنا الدنيا فيها ايه، لقينا في تسارع في البطين، تسارع بطيني في القلب. بدأنا في صدمات كهربائيه للقلب، صدمات، واشتغلنا على مدار اكتر من ساعه ونص. تمام، انعاش قلبي رئوي وصدمات في هذا الوقت، كان وقت طويل جدا بالنسبه لانعاش القلب الرئوي، وكان صدمات الكهربائيه كان اكتر من 20 صدمه. بدأنا نشتغل عليه. تمام، طبعا الوقت ده كان موجود معانا دكتور محمد علاء رقب الانبوبه الحنجريه، او زي ما نقول عمل انتيوبيشن للحاله. تمام، ده كان دكتور محمد علاء اخصائي العنايه، ووجود الدكتور محمد نبيل طبيب الطوارئ، طبعا طاقم التمريض اللي موجود، بدون التطرق للامور الطبيه. تمام، احنا طول الوقت ده احنا بنشتغل ساعة ونص انعاش قلبي رئوي، كان ممكن نوقف في اي لحظة من اللحظات دي. السؤال هنا تأكيدا لساعة ونص، يعني في بعض الناس قالت مفيش قلب بيتوقف ساعة ونص، احكي لنا بالتفاصيل المدة بالدقيقة والوقت بالظبط. كان اكتر من ساعة ونص كمان، يعني ساعة واربعين دقيقة تقريبا. تمام، ده كان الدراسات والبحوث كانت بتتكلم ان وقت انعاش قلب رئوي ملوش وقت معين، مثلا نص ساعه، هل هو 40 دقيقه، هل هو اكتر من 40 دقيقه. لا، احنا بنتن نشتغل ما دام في امل ان الحاله ده ممكن ترجع في اي لحظه، بنتن نشتغل لحد ما نيأس خالص. وزي ما قلت لك في خلال الساعه ونص او خلال الساعه 40 دقيقه اللي احنا اشتغلنا فيهم، طبعا الفريق الطبي كان لا يلام ابدا ان هو يتوقف عن عمل انعاش قلب رئوي. تمام، ولكن كل ما كنا نشتغل كل ما يكون في امل ان احنا لا ممكن المريض ده يرجع، وبالذات في سن الشباب. يعني مثلا احنا بيختلف الامر من حاله لحاله، يعني مثلا في حالات تبقى ميؤوس منها خالص، تمام، زي حالات الاورام، فانت بعد ما تشتغل مده معينه، بعد ما تشتغل نص ساعه، بعد ما تشتغل 40 دقيقه، بتبدا تقول لا انا الحاله ديت ممكن لا مش هترجع خلاص. لكن في حاله شاب لا، ده انا ممكن اشتغل عليه اكتر، اشتغل عليه زياده بحيث انه يكون في امل انه يرجع. هل الحاله ده تديني مؤشرات ان هو ممكن يرجع معايا للحياه؟ فانا بدينا اشتغل معاه لحد ما يأس، لحد ما اوصل لمرحله كبيره جدا ان ما فيش 0% ان هو يرجع للحياه. معنى كلام حضرتك ان اللاعب احمد رفعت دخل المستشفى قلبه متوقف عضله القلب تماما، وطول ما احنا شغالين كان في توقف عضله القلب. احنا كده كده اصلا ما ينفعش احنا نستعمل الصدمات على مريض عايش، وكمان احنا استعملنا كمان جهاز ديفيبريليتور. الديفيبريليتور ده ساعات بيشتغل اوتوماتيكلي، ان هو العيان لو الايف بيدي الاوامر بنفسه ان هو يشتغل ويدي الصدمه الكهربائيه. تمام، كمل يا دكتور. تمام، فاحنا اشتغلنا عليه لمده ساعه ونص. طبعا كان معانا زي ما قلنا دكتور محمد علاء اخصائي العنايه، ودكتور محمد نبيل طبيب الطوارئ، ورنينا على الدكتور عمرو عثمان، استدعينا الدكتور عمرو عثمان استشاري القلب، فطبعا كان وجوده فايده لينا كبيره جدا، وبدانا نشتغل الحاله لحد الحمد لله ما الحاله رجعت معانا بسلام. طبعا هو
الطب مش بيقول ان الحاله تشتغل عليها ساعه ونص او اكتر من ساعه ونص والحاله ترجع في درجه وعي كويسه، درجه وعي كامله زي الكابتن احمد رفعت، وده الحمد لله حاجه كويسه جدا، حاجه فاقت التوقعات كلها. تمام. لا احنا الحمد لله ده حاجه كويسه. هل انت حاله زي حاله احمد رفعت قبل كده توقف ساعه ونص؟ نادرا نادرا، يعني مثلا في ناس اشتغلنا عليهم كتير فكان بيرجع بعد 10 دقائق، بعد ربع ساعه، بعد نص ساعه كان بيرجع كويس، لكن ساعه ونص او ساعه و40 دقيقه ويرجع الحمد لله بالحاله ديت، لا مش كتير صراحه. تشخيص الحاله يعني طبيا اشتغلت عليه؟ هو حتى الان احنا ما وصلناش او ما وصلوش لحاجه معينه، بس هو كان زي ما قلت لك ساعه ما دخل كان في حاجه اسمها تسارع طين فنتريكولا تاكي كارديا، ده بيبقى حاجه مشكله في كهربيه القلب، مشكله في كهربيه القلب دي اسباب كتيره جدا. تمام. تستبعد واحده واحده ان شاء الله بعد ما كابتن احمد رفعت يرجع بالسلامه يبدا ان هم يشتغلوا اكتر ويوصلوا للسبب اكيد للحاله. تمام. فهو زي ما قلت لحضرتك هو في الطوارئ هنا كان تشخيصه بالنسبه لنا هو كارديك اريست، ورجع معانا فنتريكولا تاكي كارديا، كان معانا فنتريكولا تاكي كارديا واستعملنا عليه جهاز الصدمات واشتغلنا عليه المده اللي قلت لحضرتك عليها. بعد ما عدت نبض القلب الوقت استغرق قد ايه في الفرق؟ لا هو قعد معانا هنا مثلا، قعدنا فتره قليله جدا بعد ما القلب رجع، طلعنا على عينيه فوق لقينا كان زحمه كبيره جدا. واحب اقول في الاول انا اصلا ما كنتش عارف مين الكابتن احمد، يعني ماليش كوره قوي يعني. تمام. فكنت بفكر ان هو لاعب بيلعب مثلا في ملعب كوميسي قريب ولا حاجه وما الى ذلك. فبعد كده قالوا لا ده كابتن احمد رفعت بيلعب في استاد اسكندريه، كانوا بيلعبوا في ماتش كبير وما الى ذلك. فبعد كده بدانا لقينا في زحمه كبيره جدا. تمام. لقينا زحمه كبيره جدا موجوده عندنا في المستشفى. فاضطرينا ان بعد ما القلب رجع واستقرينا شويه على ان القلب رجع، خدنا مثلا 3 4 أو 5 دقائق. بعد كده خدنا الحاله طلعنا على العنايه بحيث ان يكون المساحه عندنا اوسع ان احنا نشتغل عشان لو حاجه حصلت معانا. والحمد لله الدنيا كانت فوق كويسه، والحمد لله القلب ما توقفش تاني وبدا ان هو يتحط على جهاز التنفس الصناعي والمسارات اللي بعد كده مع دكاتره العنايه. وطبعا دكاتره العنايه الدور مهم جدا، لان انت عندنا خطاب ان انت تعمل اندكشن للحاله او ان انت تعمل ريتيرن الحاله للحياه. تمام. ان انت تمنتين ده او ان انت تحافظ على ده مهم اصعب. تمام. اللي وقف في العنايه قعد لمده الاسبوع على جهاز التنفس الصناعي، وبعد كده تم فصله اسبوع او اكتر بيوم او يومين، وبعد كده تم فصل مع جهاز التنفس الصناعي وتم المتابعه باستمرار معاه في العنايه المركزه تحت اشراف دكتور احمد النشاوي والاستاذ دكتور عماد حمدي استشاري العنايه واستاذه العنايه المركزه في جامعه الاسكندريه. تمام. ودكتور عمرو عثمان استشاري القلب، وكان واطباء العنايه طبعا الموجودين اخصائيين العنايه. بدا يعني يستدرك للوعي للناس اللي حواليه كانت الملامح دي بالنسبه له ده حاجه كويسه جدا، معجزه نقدر نقول عليها معجزه. تمام. ان زي ما قلت لك ان ساعه ونص الدم ما بيوصلش للمخ، ما بيوصلش للاجهزه بتاعت الجسم، فلا بيحصل حاجه اسمها انسول. تمام. ان هو ده حاجه كويسه وده بنحمد ربنا عليها يعني، وده بنتمناها مع المرضى بتوعنا. ان المريض انا هشتغل عليه الوقت ده كله، هشتغل عليه حتى نص ساعه او هشتغل عليه 40 دقيقه. تمام. وابدا اقول لا المريض ده ممكن يرجع معاه حاجه في المخ او يرجع معاه حاجه في قصور في وظائف بعض الاعضاء في الجسم، فانه يرجع بس بشويه حاجات في الكلى ان هو بعد كده ياخد غسيل للكلى تنشيطي. تمام. ونكون على درجه وعي كامله، فده حاجه ممتازه جدا. بالنسبه لاجزاء الجسم هو الحمد لله كان ده طبعا ده يفيدك كاستشاري العنايه واخصائي العنايه، يعني الحاله طلعت من العنايه. تمام. بس ما اعلمه ان الحاله كانت كويسه جدا ما عدا الجزء بس اللي هو الغسيل الكلوي التنشيطي اللي كان شغال. تمام. وزي ما قلت في حته بس كنت عاوز اقول لحضرتك عليها اللي هو الطاقم الطبي اللي كان موجود. زي ما قلت لحضرتك في البدايه
ان بعد نص ساعه او 40 دقيقه او ساعه حتى، انت لو كنت قلت ان احنا نتوقف عن الانعاش القلب الرئوي، كان لا يلام احد، لا يلام طبيا ولا يلام ضمير ولا يلام ادبيا ولا يلام باي شكل من الاشكال. تمام. فطبعا لابد ان احنا نشكر الناس دي. تمام. لابد ان احنا نشكر الناس دي. على اولهم طبعا الدكتور محمد علاء اخصائي العنايه المركزه. تمام. الدكتور محمد نبيل طبيب الطوارئ، وطاقم التمريض اللي ربما يكون معانا حد منهم هنا، مستر اسامه مصباح، كانت على راسهم مستشفى التمريض مستر زين حسن ومستر نسمات احمد كانت موجوده، كان موجود مستر باسم مصباح، مستر اسامه مصباح، مستر باسم عبد الفتاح، مستر عطيه احمد، مستر عمرو خالد، مستر طه رجب، هو برضو يقول لنا لو احنا نسينا حد منهم. طبعا يعني حاله احمد رفعت من لي من الحاجات النادره ان في قلب يتوقف بالنسبه لي اكثر من ساعه ونص، ويتم يعني بفضل الله والحمد لله ودعوات فرد المصريين عودته للحياه. طبعا دي يعني لسه بتقول لي احنا لسه بندرس الحاله دي، ان التوقف فوق الساعه ونص والعوده مره اخرى القلب ان هو نبضاته، دي حاجه من الحاجات العلميه الدقيقه. طبعا طبعا مش هتلاقيها كتير ومش هتشوفها كتير، ربما يكون في حد غيرنا شافة، لكن بالنسبه لي انا على الاقل مش بشوفها كتير ومش الاقيها كتير. يعني معظم الحالات اللي بتقعد وقت طويل كده كارديك اريست، او بتقعد وقت كتير كده في توقف عضله القلب، نبقى متوقعين بنسبه 70% انه يحصل توقف تاني في عضله القلب والعين وقتها يتوفى. شكرا لحضرتك.